الخبر الاول اللي عدنا عن تهجم متابعين جيش جواني ومملكه القصص على بيسان وانس الشايب. فبيسان وانس نزلوا هذا المقطع على قناتهم، ولو دخلوا على المقطع وتنزلون بيعت التعليق راح تشوفون انه كل التعليق مقلوبه بالانجليزي، واللي مكتوب عليه جيش جواني خسرتي حالك، واللي مكتوب مملكه القصص. طبعا يسالون شنو سبب هذه التهجمات. بالنسبه لجيش جواني يهجمون بخسرتي حالك اللي هو كان دس على بيسان اسماعيل، اما بالنسبه لمملكه القصص فمثل ما تعرفون انه بيسان ثبت هذا القناه وهددته بالسجن، ونزلت لكم هذا المقطع شرحت لكم بالموضوع. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، هل هي تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فاول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني. فمحمد جواني نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي يعلن من خلال عن عوده اغنيه مسيطره مروا 4 شهور على ما انحذفت الاغنيه. طبعا ما يعرف قصه هذه الاغنيه وشنو اللي صار عليها، نزلت لكم مقطع وشرحت بيه الموضوع كامل. قبل 4 شهور شلون كان بيسان تريد بوق الاغنيه، وقتها شركه حيدر جيتار حذفوا لها الاغنيه ونزلوا الاغنيه ورجعت انحذفت. فحاليا الاغنيه رجعت يا حبايب، راح احط لكم اياها بالوصف، روحوا كلكم فجروها من طرف المملكه. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو نور مار. فنور نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي حمس بيه المتابعين للمقطع اللي راح ينزله باكر. طبعا راح ينزل هذا المقطع على قناته الاساسيه ويقول ان المقطع حيكون ناري. راح احطكم هذا الستوري شوفوه. جلدي كيكو، شو تكونوا بخير يا جماعه؟ بكره في فيديو جديد على قناه اليوتيوب الاساسيه الساعه 4، خليكم جاهزين لفيديو خرافي يخبل يجنن كثير حلو. انتم بتعرفوا ايش هو، بس انا ما راح اقول ايش هو عشان ما تعرفوا ايش هو. فبكره خليكم جاهزين الساعه 4. الخبر الثالث اللي عدنا عن نارين بيوتي. فنارين نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست اللي نوعا ما كان صدمه. فطبعا بالنسبه للاشخاص اللي ما ركزوا بالبوست، فمثل ما ملاحظين انه بالصوره نارين بيوتي قصت شعرها، وبعدها نزلت شويه ستوريات ووضح بها شلون قصت هي شعرها وشلون كان طويل، وبهذا الستوري شلون صار شكلها بعد ما قصتها. بعدها ختمت بهذا الستوري اللي تعلن بيه انه راح تنزل مقطع اليوم. اتوقع المقطع راح يكون نازل لكم، بس نزلت مقطع. اما بالنسبه للمتابعين وشنو رده فعلهم على صوره نارين بيوتي بالشعر القصير، وهم الاشخاص راح اقول لها ليش قصيتي شعرك وانه شعرك كان احلى. ما ادري الصراحه، اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وشو رايكم شعر نارين، هل كان احلى بالطويل ام بعد ما خسرت حاليا. الخبر الرابع اللي عدنا عن انس الشايب واعتراف بحب البيسان اسماعيل. انس الشايب نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات واللي كان يقول بها قبل المقطع اللي نزله امبارحه، هو قال به كلمه ولكن من الواضح ان بيسان ما سمعته، فيطلب من المتابعين انه يروحون يشوفون المقطع ويعرفون الكلمه وبعدين يقولوها لبيسان. طبعا بالنسبه شنو هي الكلمه راح احط لكم الستوريات واحط لكم الكلمه وياها ان شاء الله. الله ساعدوني بالموضوع، انا رميت كلمه على بيسان بالفيديو اللي نزل على قناتي، لمحت لكم على شيء، اكيد انتم شفتوا شو التلميحه اللي لمحت لكم انا بالفيديو. ارفعوا لي الشاشه حبايبي شوفوا اللي لمحت لبيسان على كلمه. كبير امك كحته مع سكوتر. ايوه على فكره كانه كثير كبيره. انا بحبك بيسان ده نص هما. بالنسبه لرد بيسان اسماعيل عليه بنزلت هذا الستوري تقول شنو هي الكلمه والله ما سمعتها. الخبر الخامس اللي عدنا هو توضيح بسيط للمقطع اللي نزلته اليوم الصبح اللي كان بيه فضيحه لبيسان وانس الشايب انه خافين اسم مايا الجمال. فهو من المتابعين عبالهم انه الخبر صار بغلط وان اسم مايا طلع بالتعليقات، ولكن يا حبايب هذا الموضوع غلط. الغلط اللي صار هو انه غلط بالمونتاج، انا ما حطيت لكم الفيديو كامل مال الدليل، حطيت لكم نص الفيديو انتم عبالكم انه اسم مايا طلع. مثل ما شايفين حاليا كتبنا اسم مايا ورحنا على كلمه الاحدث اول عمود في التعليق وتعليق الاشخاص على الخوارايا. طبعا هو اللي صار بالمقطع انه هنا انقطع الفيديو، فانتم عبالكم انه طلع اسم مايا. دائما تكتبوا لي انتم حفظتوا الخاصيه ولكن واضح انتم ما حفظتوها. حاليا مثل ما شايفين هو طالع بعد ما غيرنا الحساب، عم نشوف هل الاسم طالع للناس او لا. بعد ما غيرنا الحساب وننزل بيع التعليقات وروح على كلمه الاحدث اولا، راح تشوفون انه التعليق ما ظهر، ثم التعليقات الثانيه ظاهره مثل ما شايفين حاليا. ضغط على الاحدث اولا وبس. والله يا حبايب لنا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناه وتشتركوا في زي مقاطع مملكه القصص، وبس مع السلامه.